سلام سلام. اليوم في لو شابيتر دي روسيت سامبليفيكاس بغيت نقترح عليكم مارميتاكو. هاد لاغوسيت هادي دوريجين باسك اون اسبان. سي تو سامبلومون واحد الطاجين ديال الحوت اباز ديال الطون في هاد الحاله هادي. لاغوسيت اليوم يعني ما فيهاش شي كومبليكاسيون كثيره، ولكن لوغو يعني غارونتي بزاف. بالنسبه ليا انايا لو بوت ديال لاغوسيت اليوم سي كومباراتيف، يعني ما فيها باش نشوفوا كيفاش كنصاوبوا الطواجن حنايا مثلا ديال الحوت في المغرب وكيفاش كيصاوبوه دو تخو كولتور. ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. تشاو. اوكي، بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو اليوم، فكما كتشوفوا انا عندي هنايا دي بوسون، وفي هذه الحاله هذه غادي نستعمل الطون، يعني بريسك واحد 400 غرام ديال بوسون. بالنسبه للكارنيتور او الخضره، فغادي نحتاجو فلفله حمراء، فلفله خضراء، عندي هنايا درز ديال الثومه كبير كما كتشوفوا، غادي نحكو او نقطعو بالبوز رقيق ساسيه بشوى. غادي نستعمل كيلكو بوز ديال الزعفران شعره. هنايا عندي بطاطا بالقشره ديالها كما كتشوفوا مغسوله مزيان اي غورجي. من بعد ندوز لكم الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال التقطاع، او ترجعوا بارفيتمون للفيديوهات اللي قبل. عندي هنايا دو لابيغ دو طوماط، ولا يمكن نحكو يعني واحد الماطيشه كبيره سيتو، يعني بريسك واحد الخمسة ديال المعالق ديال لابيغ دو طوماط، ولا واحد الماطيشه محكوكه سيتو. هنايا عندي ورقتين ناموسه غادي نحتاج وحده ولا جوج بيان سور سيل بوافر. وبالنسبه للعطريه عندي هنايا دي بابريكا تحميره، عندي هنايا التحميره الحاره والحلوه، يعني لي دو على فوا، حيت هاد لو بلا دا يعني كيحتاج واحد شي شويه ديال روكين رول، يعني كيحتاج واحد شي شويه ديال الحر. صافي، ملي تعرفنا على المقادير دابا ندوزو لطريقه التحضير. تشاو. وبعد ما تعرفنا على المقادير ندوزو لطريقه التحضير. اوكي، اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نبداو كنسوطيو في لا غاليفور ديالنا او الخضره. صافي دابا راه خديتو لا ديناميك، غنديرو شويه ديال الملح هو الاول، نديرو الزيت ديالنا، وغادي نبداو كنبلاصيو الخضره ديالنا. قبل ما نبلاصي الخضرة غادي نحك عليا الدرز ديال الثومة كما كتشوفو. هاد البلادا كيبغي شي شوية ديال لي زغومات، حيت هما لي باسك مكيستعملوش العطرية بحالنا حنايا في المغرب باغ اكزومبل في راغو أو دينار أو طواجن كما كنقولو، كيستعملو كيهولو هما دائما بزاف على الحر. و الربيع بحال الطوميو، الاستخابون، الاوريغانو يعني الزعتر ولا الزعترة، ما تستعملوش بزاف يعني كما كنعرفو هنايا مثلا كمون، حميرة، هاد لو جونغ ديال لي زغومات، سكينجبير، كمون. صافي غادي نبداو كنفوق هاد الخضرة ديالكم كما كنشوفو، ومكنقلبوش على لا كولوغاسيون، يعني الخضرة ديالكم طايح شوية ولكن يعني متكولوغاش بزاف، بغينا الخضرة تلقى لي بروبريتي ديال ديالها يعني في البويون او المرقة كما كنقولو. صافي دابا غادي نتسنى على تخف يعني واحد خمسة دقايق ونهضرو. اوكي، من بعد ما دازت خمسة دقايق كما قلنا انتما كما كتشوفو، يعني الخضرة بقات محافظة على اللون ديالها، سي تخي امبورتون سا. صافي دابا غادي ندير واحد الاسباس في السونتر، وغادي نبدا لي زغومات ديالي، غادي نبلاصي هادوك لي بوز ديال الزعفران في الوسط، وفي هاد الحالة هادي بطبيعة الحال تيخصني نزرب شوية، لأنو العطرية ما تيخصهاش تحرق. غادي ندير البابريكا حارة
دو بابريكا دو وغادي نخلط واحد شويش كما تنقول ديما بالنسبه للعطريه ما خصهاش تحرق. لقيتها فاش تبان لي بدات كتعطي الريحه ديالها كنستوبي لا كويسون بالمطيشه، غالبا المطيشه ولا ما عندي ولا كانت مثلا لا بريباراسيون ما كتحتاجش مطيشه فكندير الماء سوغ لا بلاص. صافي دابا ستوبيت لا كويسون ديال لي زاروماط باش ما تحرقوش الماء. وهنايا كما كنشوفوا عندي ان بويون، يعني الا ما عندكمش مثلا الخضره باش تصوبوا البويون ولا لي زاروماط يوسف باش دير واحد الطما ديال الكنور، ومن الاحسن تكون ديال الخضره، تكون ديال الخضره باش يترونفورسيو يعني لو فون ديال لا مارميت ديالكم. كنديروا واحد الطما ديال الكنور كما قلنا كنغطيو بالماء، كنديروا واحد لو بتي رابيل باردون ديال اسكيليا دو، غنديروا شويه ديال التحميره شويه ديال الزعفران، غادي نديروا يمكن واحد الورقه ولا جوج ديال ورقه سيدنا موسى، وكنغطيو بالماء وكنبورتا ايميليسيون سي تو. في الحاله ديال انايا ديما كيكون عندي لي بويون مستوكين في الثلاجه، يعني سي با ان بروبليم. صافي ديريكت غادي نمويو. بعد ما زدنا المويمون تاعنا غادي نكملو لا سيزونمون، غادي ندير واحد جوج دورات ديال البزار وغادي نزيد لي زاغومات ديالي اللي بقاو ليا اللي هي ورقة سيدنا موسى، غادي نبلاصيهم ونخليهم يميجوطيو هكا تخيكلمون. بالنسبة للبطاطا دابا هادي هي وقيتها، كيما رديتو البال لجميع لي فيديو اللي كندير فيهم البطاطا في الطاجين، كنحاول ما امكن انني ندوزها في لاخيتوز هو اللون. سا سي ان شوا، ماشي زعما شي حاجه اللي كنلزم بها شي حد، غير انا اللي كنقلب عليه هو لا تيكستور. ومثلا البطاطا، حيت البطاطا فهاد لا بريباراسيون شنو هو الدور ديالها؟ هي غادي تجمع لينا هاد البويمو، حيت كما كنشوفو هاهو مشتوه هذا راه ما وجلالها، يعني يطيب حتى ما غاديش يكون كونسيستون، فكنستعملوا البطاطا باش كتجمع لينا هاد ليستوار هادي كامله. وبالنسبه للبطاطا كما قلت لي دائما كنقلب على التكستور، يعني ما بغيتش البطاطا تكون تفرتت ليا ولا شي حاجه، حنا البطاطا معروفه شحال كتعطل في سميتو في لي طاجين اون جينيرال، كتعطل ما بين 20 و 25 دقيقه في بعض الحالات. في بعض الحالات كاين شي بطاطا اللي كيتعطلوا نص ساعه، ولكن قلال، يعني ما غاديش ندخلوا في لي ديتاي دابا. صافي كما قلت دابا يا لي زاغومات ديالي هو لا باز هو خدامه، البطاطا غادي نسناكيها في الفريتوز واحد شويش، ومن بعد غادي نزيدها، غادي نطلع شويه العافيه، غادي نحسب تقريبا 25 دقيقه، ومن بعد غادي ندوزو للطون ديالي. البطاطا ديالي خدات واحد الطونو ديال برونزي كما كنشوفوا، اي ديريكت غادي نزيد على مارميتاكو ديالي، نزيد عليها شي شويه ديال الملحه، غادي نزيد هنايا واحد شي شويش ديال الربع ديال النص، وصافي دابا هي غير نفيها كما كنقولوا.
دابا غادي نطلع العافيه ديالي واحد شويش، لقيت فاش غادي يعاود يشد يعني داك البربوطون ديالو، يعني يغلى عاوتاني كما كنشوفوا دابا. ابارتيغ من هذا الوقت هذه غادي نحسب 25 دقيقه، حيت غادي تكون البطاطا ديك الساعه طابت. كما قلنا قبل ما توصل 25 دقيقه باللي هي المده ديال الطياب ديال البطاطا، يعني بريسك توصل ديك 20 22 دقيقه، غادي ناخذ البوسون ديالي كما كنشوفوا هو مقطع بهذه الطريقه هذه، يعني دي مورسو امبورطون. غادي ندير عليه البلحه وغادي نصنع كي ابار في واحد لابول، يعني غادي ندير ليه نفس لا ميثود ديال البطاطا، غير في عوض ما ندوزو في لا فريتوز غادي ندوزو في المقله. غادي ندير مقله نسخنها مزيان، ندير فيها الزيت واحد شويش ماشي بزاف، وغادي نصنع كي البوسون ديالي وغادي نزيدو فوق المارميتاكو ديالي ونطفي ونغطي ونتسنى عليه 10 دقائق صافي. هذيك هي لا غوسي ديالنا تشاو. اوكي من بعد ما دازت تقريبا 20 22 دقيقه كما كنشوفوا البطاطا ديالها هي يعني ابوا تقريبا باقي لها شويش، فكما تفهمنا غادي نقبض البوسون ديالي، غنسخن المقله ديالتي مزيان، ندير واحد شويش من الحال الفيش اي سون زاتون، غادي نبلاصي البوسون تاعي. يعني كنقولو حنايا فيسلا مثل ما تقول، زوج دورات ما كنقلبوش اننا نقلبو، كنقلبو غير هاد الكولوغاسيون، يعني غير ما كاديناش ليه. كما قلت هاد النوع ديال البواسون بالنسبة للصوص ما كيجيش من الاول، خصو يكون في الاخر كاين شوف عند الطون البونيتو الفادو السومون داك الشيء، باش غالبا كنشوفو هاد النوع ديال البواسون كنديرو دائما ني في لابوال ولا في لابيس ولا في البريد، لكن كنت يعني في رابو صافي. هذا هو لاصق فينال، يعني طون طون غادي نفرسيه حتى المرميطة ديالي، اوبا او نزيد واحد شويش الربع من الفوق غادي نطلع العافية وطوب بخاسك واحد 10 سكوند. صافي وغادي نطفي صافي لاوسيت ديالي سالات، يعني غادي نتسنى ليه بخاسك واحد 10 15 مينوت هاكا مغطي، يعني ب لو بروبر لا بروبر شالور ديالتو غادي طيبو، ومن بعد نشوفو طريقة التقديم. اوكي الريزولتا فينال كما كنشوفو هو هذا، الطاجين ديالي ديال الطون ديجا فيني كما كتشوفو لا بريزونطاسيون، وحتى البواسون الى لاحظنا ملي كنضغط عليه ما كي ريزيستيش او توشي دو دوا، يعني هذا دليل على انه ما ناشفش وصافي. انا غادي نفيني بهاد لاصوص، هادي عندي اون صوص فيرت سكون ابل المخو بيردي، حتى هي غادي نرجع لها في شي شابيتر باش نصوبوها تكون عندنا في الدار، باش نبداو نسمو مثلا دي بلا دي سالاد ولا بطاطا ولا. غادي ندير اون بوينت كوم سا هاد لاصوص سامبل، يعني ماشي ولكن الا كانت عندنا في الدار سي تري امبورطون.
حيت هي باز ديال السيلانترو يعني المعدنوس، كنديرو معدنوس، الثومه، شويه الملحه، شويه البزار، وواحد المعلقه صغيره ديال الكمون، وكنديرو واحد الطريف ديال يعني ديال بوفون فير، فلفله حمراء، باردون، خضراء، وكنطحنو كلشي، وكتعطينا هاد يعني هاد لاصوص فيغت بريسك اون بات. صافي، بون ابيتي وبصحة والراحة. كنتمنى من هنا غزات اليوم تكون عجبتكم وجربوها. كما العادة لتحت كتبوا لي دي كومونتير واستفساراتي لعندكم. يا لا بروشين غوسيت. سلام سلام، تشاو.